عاملين ايه؟ هلو هلو everyone، يا رب تكونوا تمام. زي ما تعودنا البدايه اللي هنبتدي بيها ممكن يكون الطاقه دي مره خلاص على مود الانسان، ممكن يكون لسه هيبتديها او عايشها حاليا. شايفه عندي 3 اوف سوردز، الميزان زي ما انتم شايفين لغه الكارت في حاله، ممكن تكون حالة يأس، حالة إحباط من حاجة معينة. أعتقد إن ده ليه علاقة بالحياة العامة للميزان، ما أعتقدش إنها حالة عاطفية. عنده حالة إحباط شوية، فاقد للأمل شوية، أوف أنا تعبت خلاص، ما عندوش طاقة يعمل حاجة. في يعني جو كده من خلينا نقول في جرح مجروح من حاجه، في حاجه وجعاه، في حاجه مأزمه الميزان، متأزم من حاجه معينه. ممكن يكون حاسس بوحده على فكره، حاسس ان هو وحيد وبيواجه حاجات كتير لوحده. المهم انه في ممكن يكون بادي الشهر بشويه كده ايه طاقه سلبيه مش لطيفه قوي. طيب خلينا نشوف دي البدايه. الكارت ده بيقول لك اللي بتمر بيه ده عاصفه مؤقته، ده وضع مؤقت، انت مش هتعيش كده، دي عاصفة مجرد انت معدي بيها وهتعدي، تمام؟ طيب عندنا بعد كده كينج اوف كابس. الميزان في شخص في حياته الشهر ده هو بيهتم بيه جدا، تمام؟ وعمال يديه اهتمام ورعاية وحب واخلاص وحاجة يعني في منتهى الجمال في الدنيا، برغم ان هو ممكن يكون حاسس ان هو تعبان، ومع ذلك مش مقصر في حق ناس هو يمكن مسؤول عنه، بيراعيهم بمنتهى الحب بمنتهى التفاني، اوكي؟ وهو تقريبا هو صار ماسك زمام امورهم، هم مسلمينه امرهم بشكل كامل 100%، فقايم بالمسؤوليه كويس جدا بمنتهى الحب بدون حتى ما يبين تعبه او يبين ان هو مش قادر، رغم ان هو مش قادر لكن كان برافو يا برج الميزان. شايفه هنا ماديا بالنسبه لبرج الميزان في طاقه، خلينا نقول حصاد، في يعني خلينا نقول ان في حاجات سهله قوي حواليك ممكن تاخدها بسهوله، تعمل لك تحسن من حالتك الماديه بدون شقاء فظيع، تمام؟ ممكن يكون دي حاجات كانت متاخره مثلا عليه ودلوقتي بيغتنمها وبيكتسبها ان شاء الله، فشايف الحمد لله الحاله الماديه. I'm streaming mom. It's okay حبيبي. شايف ان هو بيحصد حاجه ممكن يكون كان تعب فيها الفتره اللي فاتت وما كانش حصدها ودلوقتي بيحصدها، او ان هو في الحمد لله الحاله الماديه عنده فيها وفره وفيها توازن، خلينا نقول على اقل تقدير فيها توازن كويس. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا ايس اوف سوردز. زي ما قلت لكم يا جماعه اول شهر ممكن تكونوا بديتوا الشهر كده او قفلتوا الشهر اللي فات كده، لكن الوضع ده مؤقت ومش هيستمر كتير. شايفه ان شاء الله ممكن تكون فعلا عدت وممكن تكون خلاص على وشك ان هي تخلص وهنبتدي نستعيد القوه مره ثانيه. خلاص ننفض، باي باي، خلص الطاقه السلبيه اللي كانت محيطه بينا دي وهنبتدي نبتدي بقوه شديده جدا. زي ما تقولوا نقطه من اول السطر، ولا يفرق معايا، انا قوي جدا، انا متزن جدا، والقوه بتاعتك اللي هو مش هسمح لحاجه انها تحسسني بضعف، انا مش ضعيف، انا قوي جدا. اول لما تبتدي تستجمع القوه بالشكل ده هديلك فكره، تمام؟ فكره كويسه جدا جدا، بيج اوف وانس، تمام؟ الفكره دي هتبقى عباره عن ايه يا برج الميزان؟ تخيلوا الهروب الاعظم، بمعنى اعتزل ما يؤذيك، اي حاجه عامله لك القرف ده، اوكي؟ انا قررت ان انا هسنيك اوت، هتسحب كده واجري، تمام؟ من غير ما حد ياخد باله، بمعنى مش هتهرب من المشكله دي. بصوا يا جماعه انا زعلت عشان انتوا عملتوا 1 2 3، لا، الميزان هيختفي خالص من غير لما حتى يوحد او يقول له انت جرحتني او قصرت في حقي في حاجه ما. باي باي، تمام؟ مش باي باي لازم ان هي حاجه خلاص باي باي فور ايفر، لا، انا همشي دلوقتي، ما انتوا ما قدرتونيش او انتوا جرحتوني او انتوا زعتوني في حاجه معينه، انا مش هعاتب ومش هجادل، ده هو
بينسحب مع نفسه خالص. كويس. عندنا ايه كمان على نهايه الشهر، احنا بنتكلم في الجزء الاخير من شهر يونيو، ممكن الميزان يبتدي يحس ان هو الهروب ده ما ريحوش، ما ارتاحش، ما خدش حقه، وحاسس كانه الحاجه اللي هو هرب منها وما واجههاش وما اتكلمش عنها بشكل قاطع وباين هتقدر تجري وراه، لسه بتجري وراه، وحاسس ان هو طاقته مستنفذه، وشايف ان الناس كلها بتلومه، انت غلط، انت هربت، انت ما كلمتش، انت ضيعت حقك. المهم انه شايف انه في حاله هجوم، او خلينا بيعاتبوه انه انت ما كانش المفروض تعمل كده، بيغلطوك على الاقل، ان هم بيغلطوك، فانت حاسس بقى باحباط، هو كل ده عليا، انتوا كلكم عليا، ولا تزعل نفسك ولا كانك سامع حاجه. لو الهروب ده ريحك اوكي واخدت كده البيس اوف مايند بتاعك وروقت دماغك، ولا يهمك، سيب اللي عايز يقول حاجه يقولها، اللي عايز يعاتب يعاتب. انت هتعرف تعمل من نفسك البيئة اللي انت عايزها، الجو اللي انت عايز تعيشه، عندك palace of swords. انا مش محتاج حد، انا اعرف زي ما عملته، او زي ما ممكن دول يكونوا اصحاب، ممكن يكونوا زمايل في العمل، زي ما واجهتكم قبل كده هعرف اوجهكم تاني. فشايفه انه الحمد لله حاجه بيغذي نفسه بنفسه، ان هو انا تمام مش محتاج اي حاجه. يمكن الموضوع ده يستدعي على نهايه الشهر خالص في اخر كارت معانا، ان هو يحتاج الميزان ان هو ياخد قرار، محتار بين ياخد الخطوه دي او ما ياخدهاش. تقريبا الخطوه اللي ممكن ياخدها ممكن يكون فيها عواقب شويه، انه ممكن يفقد حاجه، يضيع حقه في حاجه، خايف لو خدت الخطوه دي هل الخساره هتكون كبيره ولا اخدها ولا ماخدهاش. المهم ان هو عايز ياخد اقل خساره ممكنه. ده كارت اللي هو 7 اوف كابس، محتار اعمل ايه. انا هساعدك شويه في الاختيار ده يا برج الميزان. النصيحه اللي هنصحك بيها، لو الحاجه دي حقك، ليك حق عند حد، لا ما تسيبوش، افضل وراه لحد لما تسترجعه كامل، تمام؟ ما تسيبش حق، سواء الحق ده كان حاجه ماديه او حاجه معنويه، ايا كان هو ايه، ما تسيبش حقك. الهروب ممكن يكون نفعك دلوقتي، لان يمكن الوجع شديد او الالم كان كبير عليك، بس خلينا نقول ان ده هروب مؤقت برضه، لانقاذ من الموقف، عشان انت ما يحصلكش ما يحصلش عندك دروب جامد. انا مش هتكلم دلوقتي، هجيبكم تاني، هجيبكم كمان شويه. خد وقتك، ما تحس انت مستعد، واجه، خد قرارك، واعمل الحاجه اللي انت شايفها صح، بس النصيحه ما تضيعش حقك. تمام؟ قراءه حلوه جدا للميزان، الحمد لله شايف الامور كويسه، الامور الماديه كويسه، ويمكن ابتدى الشهر زي ما قلنا بنفسيه مش قد كده، لكن على طول الميزان هيظبط نفسه لوحده اوتوماتيكلي. يلا نشوف القراءه العاطفيه لبرج الميزان شهر يونيو. طيب بصوا معايا بقى، الناس المرتبطين، طبعا القراءه العاطفيه دي بتكون للناس اللي مرتبطين بالفعل. الميزان طاقته عامله ازاي مع الشريك؟ انا شايف ان هو بيتعامل معاه بحكمه شديده جدا. Page of Wands، اوكي، بصبر، بحكمه، بعقل، توازن حلو جدا. بجد انا بحس ان اللي بيبقى مع برج الميزان يعني في اكتر علاقه، خلينا نقول ما فيهاش طلوع ونزول مفاجئ، يعني العلاقه دايما الحمد لله في اغلب الوقت بتبقى واخده رتم يعني طبيعي، ما فيهوش منحنيات وانحدار جامد. فشايف ان هو بيتعامل معاه بحكمه، وشايف ان هو بيدي لشريكه امل كبير جدا، دايما بيمده بالامل وبالطاقه الكويسه. الشيء الناحيه الثانيه، معرفش الرساله دي ما تسميش كده ازاي، الله اعلم. بس انا جات لي احساس ان شريك الميزان بقى حالته عامله ازاي؟ شريكك
ما كانش فاهمك صح يا كل الناس، ما كانش عارفك كويس. ودلوقتي عرفك، والموضوع ده عمل عنده خلل. هو ايه ده؟ هو ازاي البني ادم ده صبور بالشكل ده؟ ازاي البني ادم ده حكيم بالشكل ده؟ انت وقعت عنده حاجه كان متخيل ان انت شخصيه ممكن تكون شخصيه مجتمع عدوانيه، ممكن تكون مؤذيه، ما عندوش صبر، وفجاه بتتفاجئ ايه ده؟ هو ازاي حكيم كده؟ او ازاي هي حكيمه كده وصبوره كده وبتستوعبني بالشكل ده؟ ممكن يكون في حد كان بيتكلم مع شريكك ويمكن موصل له فكره غلط عنك، وانت بحكمتك وبطبتك اثبتت له العكس، لا انت كنت فاهم غلط، لا انا مش كده على فكره. تمام؟ فهو بقى في حاله عدم اتزان، انا مش فاهم اعمل ايه او مش فاهم اتعامل ازاي. طيب الشيء، انت نفسك في ايه يا برج الميزان؟ كينج اوف كابس، انت نفسك ذراع شريكك. يا بخت برج شركاء برج الميزان في الفتره دي، عايز يحتضنك. وعلى فكره ثانيه واحده، خليني اصلح حاجه، مش اصلح اضيف حاجه، شريك برج الميزان ممكن يكون الانهيار اللي عنده ده مش بسببك خالص، ممكن يكون حاجه حصلت بره في حياته وكان حاطط صوره او طموحات في حاجه معينه وقعت عنده ولقاك انت اللي بتساعده. انت عايز ايه برج الميزان؟ انت عايز تغمره بالحياه، كانك عايز تعوضه الالم اللي هو واخده هنا ده، او الهبوط اللي حصل عنده هنا ده، عايز تعوضه. تمام؟ فانت عايز تديله حب كتير جدا واهتمام كتير جدا كانه صعبان عليك. شريكك يا برج الميزان عايز ايه؟ عايز 10 اوف كوينز. يمكن الهبوط اللي حصل ده كان هبوط مادي او مالي عند شريكك يا برج الميزان، نفسه في حالة مادية أكثر استقرار وأكثر وفرة، وده طبعاً لصالحك أنت. طيب أنت شايف شريكك إزاي؟ شايفه إن هو مش بياخد قرارات مظبوطة وبيتصرف بدون ما يكون الصورة بالنسبة له واضحة، ما بيضبش، بياخد قرارات عشوائية مش مدروسة، مش ماشية مع العقل والمنطق، مش بيتصرف بطريقه صح. طيب حاول تساعده واديله شويه من التوازن اللي عندك يا برج الميزان، وقد ايه انت فعلا متزن في كل حاجه وبتحسب كل حاجه بمكيال، يعني كل حاجه عندك بتاخد حقها. حاول تديله الطاقه دي، حاول تساعده شويه ياخد قرارات احسن الفتره اللي جايه. طيب شايفك ازاي شريكك يا برج الميزان؟ ذا ديفل، وما تخافوش من الجد ده، ذا ديفل ده حاجه هو ادمنها مش قادر يستغنى عنها، مع انه يقدر يعيش من غيرك، بس هو يعني روحه متشعلقه فيك، حاسس ان هو ادمنك، ما يقدرش ان هو يعيش من غيرك. انت بقيت حاجه يوميه لازم تحصل في يومه، لو ما حصلتش كانه مدمن، عارفين مش عارف يعيش. تمام؟ فالقرايه انا شايفاها كويسه جدا، وشايفه دعم كبير جدا من الميزان، والشريك وشايفه من عنده متشعلق فيك زي ما تكون مامته يعني، او حد هو اللي بيراعيك. الطاقه ما بين الميزان والشريك وويل اوف فورتشن في تغير للاحسن. يمكن يكون الموقف اللي بيمر بيه شريكك ده يا برج الميزان جه لصالح العلاقه، خدم العلاقه، انه قد ايه قربكم من بعض، وقد ايه ورى شريكك انك انت فعلا يعني بتقف جنبه وبتساعده في الاوقات الصعبه. فده هيخلي، ودي حاجه حصلت غصب عنه ما كانتش مترتب لها، دي حاجه جت بالصدفه، قوت العلاقه اكتر وخلتها تروح لمكان احسن بكتير. طيب ايه اللي بيحصل الشهر ده؟ الامور شايفه ان هي فيها يعني ممكن يكون في انسحاب شويه، مفيش التواصل مش فظيع قوي، او خلينا نقول تواصل فيه حذر. تمام؟ انت حذر معاه، مش عايز تقول مثلا كلام يوجعه، بتحسس على كلامك شويه. هو نفس الحكايه، مش عايز يزعلك لانه ما يقدرش يستغنى عنك خالص دلوقتي، هو محتاج لك جدا، شريكك محتاج لك جدا الفتره دي. خلينا نقول الموضوع ده الشهر ده، او ممكن تزيد اوطان وسيريمون ده الشهر اللي جاي اللي هو شهر 7. شايفه ما شاء الله 5 اوف كابس، اي مين 3 اوف يس 5 اوف كابس، في
حالة بهجة في العلاقة، فيها حب، فيها انسجام، فيها يمكن احتفال، حاجة فعلا حلوة جدا جدا. الجلد ده لو الناس لسه ما ارتبطوش بشكل رسمي، ممكن يكون ارتباط بشكل رسمي خطوبة أو زواج، الناس المرتبطين بالفعل خلينا نقول في حالة رضا، الحمد لله. هو بيقول الحمد لله يا رب على الشريك اللي انت اديتهولي، وانت بتقول الحمد لله يا رب ان ده حصل، ان خلينا نقرب من بعض وعلاقتنا تبقى قوية بالشكل ده. طيب ايه المتوقع في شهر 8؟ كوين اوف سوردز، برضو العلاقة ماشية بشكل قوي جدا، ثابت جدا، فيها شايفة برضو دعم كبير جدا من ناحيتين، يمكن ما فيهاش حب ودلع ومشاعر قوي زي شهر 7، لكن ما زالت العلاقة قوية ما شاء الله وحلوة جدا طبعا والله أعلم. بس لكن الميزان عاطفيا شايف إن هي مش وحشة خالص. شريكك يا برج الميزان لو هو حصل عنده الدروب ده، طبعا ردود الأفعال بتختلف من برج للتاني. ممكن لو شايف شريكك إن هو ممكن أجريسيف شوية، بيتعامل معاك بطريقة خاصة مش أنت المقصود، هو عنده حاجة بره هي اللي تعمل بالشكل، لكن هو ما يقدرش يستغنى عنك ابدا ابدا ابدا. طيب تعالوا نشوف في رجوع المفصلين ولا لا من برج الميزان، واللي بيسالوني الميزان دراسيا شايفاكي حاضر حاضر من عينيا. اوكي المنفصلين من برج الميزان في رجوع ولا لا؟ باذن الله في رجوع. زي ما قلت لكم بصوا انا قلبت الكروت ازاي، انتوا حاجة مربوطة، انتوا مربوطين ببعض، بإذن الله هترجعوا، وده كمان كارت ده بيأكد الرجوع إن شاء الله. يلا نشوف كروت الملايكة هتنصحكم بإيه يا ميزان الشهر ده. Remember who you are، افتكر انت مين، ما تتوهش في الزحمة، بلاش تخلي المؤثرات اللي بره تأثر عليك وعلى شخصيتك الأساسية. تمام؟ Remember who you are، افتكر انت مين. You are a powerful, loving and creative child of God. You are very loved، افتكر انت مين. حتى لو انت الفترة دي شايف ان في ناس كتير متواطئة عليك او ان هي خذلتك او جرحتك او زعلتك بشكل ما، ده مش اسلوب حياة، ده مجرد موقف انت واقع فيه. افتكر انت مين، انت شخص قوي جدا، شخص محبوب جدا، شخص مبدع جدا.